السلام عليكم. طبعا النهارده يا جماعه موضوع مهم جدا عشان احنا دخلنا على فصل الشتاء. كل سنه وحضراتكم طيبين، اعاد الله عليكم الاعوام بالخير واليمن والبركات. طبعا النهارده موضوعنا مهم جدا يا جماعه، هو دخول فصل الشتاء على المربيين وعلى اصحابات المزارع وعلى اصحاب المشاريع. طبعا لازم تاخد بالك من الكلام ده كله، لان فصل الشتاء يطبق على جميع الحيوانات او الطيور، سواء كانت تسمين، سواء كانت حلاب، سواء كانت فراخ، سواء كانت اي حاجة بيخش عليها فصل الشتاء. لازم تبقى حذر من فصل الشتاء، لان انخفاض درجات الحرارة مفاجئة، او سواء كانت بسبق انذار، فلازم تبقى عامل حسابك ان لازم المشروع بتاعك يتعرض للمشاكل، الا اذا حضرتك خدت بالك من اللي احنا هنقوله وخدت بالك من مشروعك كويس جدا. ان شاء الله بفضل الله رب العالمين هتلاقي الدنيا تمام معاك. طبعا اول حاجة في مجال التسمين، لان احنا بنتكلم في مجال التسمين، مجال التسمين اول حاجه لازم تعملها فيه هو انك انت تتجنب تيار الهواء. تيار الهواء دوت يا جماعه لما بيخش المزرعه بيبقى محمل ببكتيريا، محمل بفيروس، محمل باي شيء ايا كان، ايا كان هو، او مش محمل كمان باي فيروسات لا قدر الله رب العالمين، بيبقى حاجه مشكله كبيره جدا، اللي هي ان لو الحيوان جسمه دافي ويخش عليه تيار الهواء بالتالي لازم ياخد برد لا قدر الله ويخش في التهاب رئوي او قصه كده، عفانا وعفاكم الله. طب طبعا انت النهارده عامل مشروع العجول في سايبه، هتعرف ازاي العجل خد تيار او ما خدش او الكلام ده كله؟ هقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه لازم تعملها انك انت لو الحظيره عندك بتشيل 10 عجول ما تشيلهاش 10 عجول، شايلها 5، شايلها 6، شايلها 7. المهم انك انت تخف منعا لا قدر الله ان لو حيوان منهم اتصاب هيضر غيره. طبعا هتقول لي يا استاذ محمد ده العجول ازاي هتبقى زحمه وهتاخد برد، ده بالعكس في الشتاء المفروض تبقى زحمه عشان يدفوا بعضيهم. الكلام ده غلط يا جماعه، تمام كده؟ الكلام ده غلط. ليه غلط؟ لان التدفئه ونقل الحيوان او الام ان هو الحيوان يبقى في الدفى ويقوم بام مفاجئ كده، ده في حد ذاته مشكله بالنسبه لبقيه القطيع، تمام كده؟ فاحنا لما نخف الحيوان بيدف روحه، لان ربنا خلق له القصه ديت في قلب جسمه، كمان بيتغذى على الدفى من الاكل، فانت لازم توفر له الاكل. تاني حاجه والاهم انك انت ما تبللش الارضيه ميه، يعني حاول بقدر الامكان ان الارض ما تبقاش فيها ميه بالنسبه للعجول لو كانت مربوطه، وبالنسبه للعجول لو كانت سايبه. يعني ما تستسهلش ان الموضوع ان العجل في الشتاء تحت طينه وتحت روبه وتحت القصه دي كلها وطول الموضوع ده كده تمام، لا مفيش الكلام ده. لو كشفت او جبت دكتور على العجول هتلاقي العجول بتاعتك كلها بلا استثناء تعبانه. ليه تعبانه؟ لانها متصابه، هي ما بتشتكيش، الحيوان ما بيشتكيش عامه، الحيوان بيظهر عليه المعالم، بتظهر عليه المعالم، وانت بناء على ان هو بيظهر عليه بيبتدي انك انت تجيب له الدكتور. لكن هو من اول اصابه لا يمكن يقول لك انا تعبان او انا مصاب او انا فيا او فيا او الكلام ده كله. دي اهم حاجه. طبعا ما تبللش الارضيه ميه زي ما قلت لحضرتك، انك انت ما تزحمش المشروع. سوء التهوية، سوء التهوية بقى انك انت في فصل الشتاء قلت يا استاذ محمد ان احنا ندفي، فانا دفي المزرعة من مجاميعه او من جميع الاتجاهات، لا ده غلط. الاحتباس الحراري بالنسبة للحيوان انك انت تفضل مدفيها 24 ساعة، في ال 24 ساعة لو في لحظة كده قمت انت فاتح له الهواء خلاص انت القطيع بتاعك انتهى، القطيع بتاعك انتهى وهتصرف قد اللي انت هتكسبه، تمام كده؟ وارد ان لا قدر الله حاجه تقع، انا ما بقولكش، لان احنا بنشتغل في ارواح، انت بتشتغل في روح، فالروح دي وارد انها تموت، مش بقولك جماد وحديد وهنبيعه وهنوديه وهنجيبه، لا ما فيش الكلام ده، دي روح وارد انها لا قدر الله تقع. طب تمام، انا كده ما اعملش كتمه بالنسبه للحيوانات، تمام كده؟ طب بالنسبه بقى للعليقه، العليقه بتاعت الحيوانات ما غيرهاش بشكل مفاجئ يا جماعه، بخصوصا في الشتاء ما غيرهاش بشكل مفاجئ. ايه اللي اعمله؟ انا النهارده لو باكل بروتين 18%، تمام؟ والفتره بتاعت ال 18% خلاص خلصت، فانا النهارده هنقل من ال 18 لل 16. طب انا عشان انقل لل 16 ما انقلش نقل مفاجئ. ليه؟ لان الحيوان هيستغرب الاكل، فلما يستغرب الاكل مش هياكل، ولما ما ياكلش مش هيتدفى، مش هيدفع، ولما مش هيدفع هيبتدي يخش عليه المرض، يبقى انت خسرت الحيوان. طب نعمل ايه يا استاذ محمد؟ لا هتروح جاي بحاجه بسيطه خالص، هتجيب بروتين ال 18%، العليقه ال 18% مع العليقه ال 16%، وتبتدي
تقلل من الكمية بتاعت العليقة ال 18 وتنقلها تدريجيا لحد ما توصل لل 16 لحد ما الحيوان يتطبع بنسبة ال 16% ويبتدي يشتغل عليها. طبعا اهم بقى من ده كله كمان بعد التدفية انك انت تتجنب وجود الحشرات في المكان بتاعك. اللي هي ايه الحشرات يا استاذ محمد؟ الفئران، ما يكونش فيه فئران تنقل المرض، لان لا قدر الله بتجيب امراض فظيعة عافانا وعافكم الله. ما تبقاش ناحية العلف تاكل وتشرب وتبهدل الدنيا، امن دنيتك عشان الشتاء بيبقى فيه مشاكل كتير جدا عافانا وعافكم الله. فانت لازم انت تبقى واخد بالك من النقط دي كويس جدا، انك ما تبقاش موجود حشرات او افات في اي مكان موجود في المشروع. طبعا في 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 بداية الشهر لازم انت تبقى واخد بالك ان الحيوانات اللي بتتأذي بسرعة هي العجول الصغيرة، الحاجة الصغيرة اللي مناعتها لسه بتقول يا هادي، اللي المناعة بتاعتها لسه هتطلع او هتزيد او هتشتد، تمام كده. وده ما يمنعش برضو ان احنا ما نحافظش على العجول الكبيرة، نقول لا ده مناعتها كويسة، ده الدنيا تمام وزي الفل. طبعا الحيوان مناعته تمام وزي الفل، وما تسألش عن النقطة ديت، لان ربنا خلق له مناعة يحمي بها نفسه، سواء كنت انت ماسكه او مربيه او مسمنه، هو ربنا خلق له المناعة بتاعته اللي بيحتفظ بها في اي مكان، تمام كده. ولكن الاهمال مننا احنا، انت لما بتهمل في مشروعك خلاص انت بالتالي المشروع بالنسبة لك بقى شكرا كده، مفيش فيه اي مصلحة. طبعا عشان ما تهملش لازم تاخد بالك من اللي انا بقوله لك كله، وفي مثل بيقول لك الوقاية خير من العلاج. لازم تبقى حريص جدا على ان مشروعك لا قدر الله ما يقعش منك، لان انتوا يا جماعة في الاول وفي الاخر انت شغال فروح، انت شغال فروح. طيب عشان اتجنب الكلام ده كله، ما اعملش ازدحام بالنسبة للعجول وانا اروح جايب مشكلة بالنسبة للمشروع عندي، لا انا لازم اهتم من مجاميع يا جماعة، لازم تبقى واخد بالك من النقط دي كويس جدا. طيب انا النهاردة عندي ملعب كبير وعايز اهتم بيه واقفله مظبوط والكلام ده كله، انا بعمل مشمعات، بعمل ستارة، بعمل حاجز. طيب في حاجة تانية، لو انت عامل مزرعة بالطوب او الكلام ده كله، في فراغات يا جماعة بين الطوب ممكن تبقى على نص طوبة او طوبة ايا كان، بيبقى مثلا وارد ان يبقى فيه تهوية، لازم تمحر 3/4 العنبر او نص العنبر من تحت عشان الطيار ما يعديش من بين الفتحات اللي انا قلت لحضراتكم عليها ديت، تقوم تعمل لهم طيار بشدة فيقوم يأثر على الحيوان، لا يقدر يقوم ولا يقدر يأكل ولا يقدر يشرب، وبالتالي يخش على امراض انت في غنى عنها وتبتدي تخش في مجال الدكتور. طبعا ده احنا مش عايزينه يبقى موجود. طبعا دخول الشتاء يا جماعة علينا لازم انت بحرص جدا على حاجتك. انا بتمنى انك انت تكون فهمت الموضوع، بس رجاءا ما تنساش تعمل لي لايك وشير عشان ان شاء الله رب العالمين يوصلك مني كل جديد. وعايز هقول لحضرتك حاجة كمان اهم من ده كله، انك انت تسمع كتير وتعرف كتير عشان ان شاء الله رب العالمين لما تحب تعمل مجال وتخش مشروع بفضل الله رب العالمين تلاقي نفسك ناجح ومعدي في المشروع بفضل الله رب العالمين كويس جدا. يبقى تاخد بالك من اللي انا قلته وراجع الفيديو، مش بقولك عشان تسمعني كذا مرة، لا راجع، لو في حاجة وقعت منك راجعها، لو في اي مشكلة قدام حضرتك في المزرعة بلغني على الصفحة وانا ان شاء الله رب العالمين هبلغك بكل التفاصيل. بتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، وبتمنى ان انا اكون نلت اعجابكم، وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك للصفحة وشير عشان يوصلكم منا كل جديد. ولو انت موجود لحد الاخر وسمعتني يبقى ما تنساش تكتب انك انت بطل على الفيسبوك عشان ان شاء الله يبقى في مننا ليك كل جديد. وبتمنى لكم كل التوفيق، وربنا يبعد عنكم الامراض ويبعد عنكم كل شر. كان معكم محمد ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.